إنا لله وإنا إليه راجعون توفي البطل المغربي في الفنون القتالية المختلطة سليمان عبد السلام محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعينا الأعزاء توفي البطل المغربي سليمان عبد السلام محمد أمس الأحد عن عمر ناهز الخمسة وثلاثون عام وخلف النبأ حزنا كبيرا في الأوساط الرياضية المغربية استناق الرواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من رسائل التعزية بعد انتشار خبر وفاة سليمان، وتفاعل البطل والمقاتل المغربي الشهير أبو زعيتر عبر حسابه الرسمي في تطبيق إنستغرام مع خبر وفاة سليمان، حيث كتب: "توفي اليوم أخي سليمان إنا لله وإنا إليه راجعون، راغيين من الله أن يمنحك أعلى مراتب الجنة أخي العزيز". ولم يتم حتى الآن الكشف عن سبب وفاة سليمان. وكان سليمان، الذي اشتهر بتدريب معظم قتالي الفنون القتالية المغاربة في هولندا، خاض آخر نزال له قبل شهرين. الله يرحمه ويغفر له. اللهم آمين.